أحسن الله إليكم. المرسل خالد سالم صوت من اليمن شبوة يقول في سؤاله الأول ضمن مجموعة من الأسئلة: ذهب المرأة الذي تلبسه إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، هل تجب الزكاة فيه كل سنة أم تجب في العمر مرة واحدة؟ وهل يكون تارك الزكاة، هل يكون الذي زكى في العمر مرة واحدة آثما؟ أرجو التوضيح. الزكاة إذا وجبت فإنها تجب في المال كل سنة، كل ما يحول عليه الحول وهو يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة. وأما الحلي الذي يلبس، حلي الذهب الذي يلبس، فهذا موضع خلاف بين العلماء. الجمهور على أنه لا زكاة فيه لأنه أصبح من الأشياء المستعملة كالدواب والثياب والمساكن غير ذلك، فلا زكاة فيه لأنه أصبح للاستعمال لا للنمو. هذا ما عليه جمهور أهل العلم. وذهب بعضهم إلى وجوب الزكاة فيه، فإذا زكي من باب الاحتياط خروج من الخلاف فحسب، ويكون كل سنة كل ما يحول عليه الحول بشرط أن يبلغ النصاب. نعم.